أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إطلاق حملة 100 يوم صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لها يعزز الاهتمام الذي توليه الدولة بالنهوض بالخدمات التي تقدم في مجال الصحة العامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية والوصول بتلك الخدمات لها في سائر أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال إطلاق رئيس مجلس الوزراء حملة 100 يوم صحة التي تقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة تحت رعاية رئيس الجمهورية. وقام رئيس الوزراء عقب إطلاق الحملة بتفقد اصطفاف العيادات الصحية المتنقلة والتي ستتواجد في الميادين والقرى والنجوع في المحافظات كافة.